السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا. اشوفكم سويين ان شاء الله طيبين. هذا اول يوم في رمضان، فكل عام وانتم بخير والله يتقبل صيامكم وطاعتكم. رمضان كريم على الكل. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. طيب يا جماعه، بدانا من اليوم فلوقة رمضان، واليوم اول فلوق. كثير توصلني اسئله ثانيه متى تنزل فلوق، ويكون احنا مثلا نزلنا فلوق، وكثير يقولون ثانيه رجعنا نشوف فلوقات قديمه لما تنزل فلوق جديد. اول شيء فعل تنبيهات القناه عشان اذا نزلنا فلوق على طول يجيك تنبيه ان نزل فلوق. وثاني شيء احنا رتبنا القناه، شوف يعني مثلا لما تفتح الجوال تروح القناه وبعدها تروح على البلاي ليست او القوام تشوف كل فلوقات مرتبه، مثلا فلوقات 2020، فلوقات 2018، فلوقات 2019، وهنا اشياء غير فلوقات، فلوقات 2017، وحتى فلوقات السفر راح تحصلها في ملف غير، ولما تفتحها طلع لك هنا فلوقات السفر الترتيب، فهذا بيسهل عليك كثير. طيب يا جماعه راح نبدا يومنا، مجهز فطور اليوم. انا سويتها. سويت طلعتها من الكيس. اي سر راح يحط سمبوسه بالفرن. هذه سمبوسه بايش؟ تشيكن دجاج. دجاج حلو. وهنا عندنا فيصل، ايش قاعد تسوي اليوم؟ ان شاء الله بسوي اليوم باستا مكرونه. وانت ايش بتسوي اليوم؟ انا اليوم ان شاء الله بصور. اول يوم رمضان بس تصوير ما ينفع. طبعا بدينا هنا بعد التدوير، بعد فلوق امس. انتم كرامه، صار واحده للزبالة عادية وواحده لاعاده التدوير. تمام، انا اليوم ان شاء الله راح اسوي شوربه ويلا نبدا. اسمع، نحط معاه سكر احنا. ايه هو في سكر، ضيف سكر. اي والله بلا في سكر، بالكوب حقك في مليان سكر. ايه كله سكر، كله سكر. اي بس 34 جرام. اسمع خلاص، بالكوب حقك هذا مثلا كبير ضيف عليه سكر. كذا كان يسوي، تعرف مين؟ عناد. ظاهر الغربيه كلهم يضيفون سكر عليه. عناد تعرفه؟ ايوه. كنا احنا نسوي كذا الحال، وهو ياخذ ويضيف عليه سكر بعدين، لانه هو يقول ابغى سكر. اليوم نظبط لكم احلى توت. شوف الوزنيه، هاي ترى وزنيه معلمين. كل فنجان توت كميه من المويه. طبعا انت لازم تعاين تشوف هذا اللون، فهمت؟ يعني تبغى كميه كبيره وهذا تبقى معانا ولا حق اليوم بس؟ كل بسم الله. انا ما ادري ايش فيصل تحب البصل هذا بنفسجي. الطبخه احلى. ايه شوي كذا طلع من لا طول دقيقه. اسمع، نروح المارت ولا نروح على بلد بنت اللي هنا؟ راح نطلع انا وعيسى على السوبر ماركت بسرعه، ناقصتنا بعض الاشياء. فيصل راح يكمل هنا. طبعا صاحب البيت جاته طلبيه، قال حطوها عند الباب، اعطينا معاه علبه مي. الله يجزاه خير والله. العافيه. اليوم ترجع كرسي على راحتك. ايه ما في احد. رجع بعد. نيم وكذا هو. وصلنا عن تارجت، مع انه صح انه صغير وكل شيء، بس ليش تقييمه سيء؟ والله مو كل الاغراض فيه للاسف. عشان كذا، عشان صغير؟ عشان صغير يعني ما في مواقف اصلا. ترى شو دائما واقف فل هنا، بس هذا الموقف اللي هنا، هذا السوبر ماركت. تبي يطيح منك شيء ولا شيء عند الباب؟ بسرعه بسرعه بسرعه، الحق الحق الحق، مطقم اليوم مع السوبر ماركت. كذا السمبوسه انتهت، خلينا 10 دقائق. ايش شركتين؟ ايش السالفه؟ ايش في ليش؟ لان ما نتلخبط انا وفيصل، كل مره كل واحد يتهم الثاني، فهذه شركتي وهذه شركة فيصل. فخلاص يعني كل واحد له مويه. يبين الحين من اللي من اللي يشرب ويتركها. بالضبط. الحين نحتاج اشياء من الخضار. بصل، صحون قصدير، اخذنا صحون قصدير. طيب. الحين بنسلق المكرونه. نحط المويه مع المكرونه عشان نسلقها. خلاص كل شيء عندنا؟ كل شيء ان شاء الله. يلا. هذا اكثر شيء شفته منظم بحياتي. شوف لما تيجي تحط الفواكه والخضروات، بصل نظرت هنا يقول ايش اللي عندك على ايموجي. شوف بصل، حط واحد يبكي. بصل يقول لك اي نوع؟ وايت. وايت كم حبه؟ حبه. تضغط خلاص. الله. سهلات والله، سهلات. بس شوف الكاميرا عيسى، تعال كمان تصير اوضح اكثر. صور فيها فلوقات هذه. اوه والله اوضح من الجوبرو. ما تغلط. يلا باقي نص ساعة ويأذن. كيف أجواء الغروب هنا؟ طبعا شوف قسم كامل ما شاء الله للاحتياجات الخاصة، كل هذه المواقف هنا لهم، وحتى هذا الموقف اللي هنا، والباقي السيارات العادية. سبحان الله. لا سمبوسة شوربة إن شاء الله، وباستا وتوت، شو الخفيف، ما نبغى كثير عشان يعني ما يرم الأكل. مكرونة؟ مكرونة. سمبوسة كبابة يا ولد. طلع. أعطيني المساكة. الأمور طيبة يا أمور طيبة. طيب حاليا جالسين نسوي المكرونة والشوربة،
خلصت من فهمتو؟ جاهز. سمبوسه بالهذا التمر الحين جاهز. حلو. فهنا شرينا إضاءة رمضان عشان عيش الأجواء أكثر. بس اللي عليك تشبكها بكهرباء خلاص. الله 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 الله. الحين تبدأ أجواء رمضان. طب قلب التفسير لو تسويه. نحطه كلمة مرة ثانية. حلو. تحط على الكلب يعني. كده تبغى تنيم على الكلب؟ إيه. كده كملت أجواء رمضان. بعد سفرة رمضانية. يا سلام. هل هالنص؟ الله على اجواء رمضان. يعني هنا السفره وهنا الانوار ولحظه في هديه من الوالده. الوالده شافت فوق اخر مره ما شافت نصلي على السجاد اللي حط شيء في مدري ايش ارسلت هذا الشيء. ما شاء الله تبارك الله الله يجزاها الخير ما قصرت لا ممتازه والله ما شاء الله تبارك الله والله تنفع حتى بعد اذا جانا ضيف جابت فكرت الضيف بعد الله يجزاها خير اسمع صراحه ثاني وضيف ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يجزاها خير عشان ما حد يصلي على الارض ولا شيء ولا شيء والارض هنا مودية ومطاهرة تمام الله يجزاها خير ما قصرت كمل رمضان يعطيك العافيه يا ام ثنيان يا خالتي كذا سفرتنا تكون جاهزة أول فطور في رمضان هنا عندنا مكرونة بالدجاج الله الله يا سلام الله فيصل وهنا عندنا سمبوسة الله 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 وهنا شرب التون الله 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 شوفك تون وهنا البنت جهزناه وكل شيء بارد سه تسلم منك كذا يكون أذن يا شباب افطرنا افطرنا سمينا الله يتقبل وهنا انوار رمضان جهزنا كل شيء خلاص ترى كلها 3 ايام نطلع من البيت سلمت ذيبه سلمت الله يعافيك في قلبك روح يا سلام سلمت اجيب لكم ليمون لا لا خلاص انا شفت حطيت ليمون كفايه يلا يا سمع يلا بسم الله سلم على جبنه شغل لك خواطر على الفطره لا حتى اخترت لا لا مخدرات لا لا اعذار هذه حلوه ونشوف كل قاره وارتباط الفساد لدخل الفرد تشوف خريطة العالم كل الدول بالألوان كانوا نفس الشعب وكانوا نفس الدولة وانقسموا قسمين عام 1950 كوريا الجنوبية بالأزرق وكوريا الشمالية بالأحمر الحمد لله كذا يكون خلصنا فطور فطور أول يوم صراحة شيء طيب كان خفيف شوي بالعافية عليكم فطور بكرة غير عاد شوي في ضيف جاي بكرة ايه بكرة ايه سري ايه طيب سري بكرة رحية عيال الله حية 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 شرينا هذا الشيء مع النت اللي هو حق التمارين وراح نضيفه لفقره التحدي نرد على الاتهامات الباطل لا خلاص ان شاء الله مع رمضان راح يكون في جدول التمارين ضروري شو نقول ضروري؟ ايه تحدي 90 يوم اكس تحدي 3 ايام صح هذه قويه هذه قويه بحقها خلاص الحين تحدي 90 يوم كملها لا لا هذا خلاص طبعا اللي ما يعرف هذا التمرين طبعا هذا التمرين سهل بس تعلق على الباب تبدا تشد نفسك تشيل وزنك ولا تمشي يلا ونبدا التركيب واحد وشي نحتاج هذا ايوه واحد وصامولتين لا والله حتى ثمانيه ايوه كذا ايوه فغطى على الجار لا اذكر الله يعني كذا كيف يتعلق الحين الحين نروح على الجدار الوضع تمام؟ تمام؟ تمام هنجرب هذا يلا بسم الله حتى هذا وينك؟ هو كيف ما يخاف الا الا كذا بسم الله كافو وانا ساعة مرنا فقرة التمارين ابدا وانا شيء كافو اي رياضيين طلعت عليك بسم الله بسم الله بسم الله كسرها؟ كسرها تصير لها اكثر من تمرين تفضل شباب رجعنا لها ويلكم باك تعال شوف هذا التمرين الحقيقي الحين شوف شوف
الحين اقول رسميا رجعنا فقط التمارين، وراح يكون جدول عندنا ان شاء الله. واي شخص يبغى يسوي زي هذه التمارين، كلها تمارين في البيت تلقاها موقع انا جيم، ورابط الموقع موجود تحت. تمرين سهل تسويه في البيت ما تاخذ نص ساعه. وشو الفرق نهايه الشهر؟ توفيق وحوش. يلا روح هيثم. يلا 1 2 3 10 يلا فيصل نفس التمرين. 1 1 2 صح. استمر استمر يلا خير يا خير. 10 حلو حلو سهلة سهلة. 1 2 3 9 اخر واحد. سلام عليك. سلام سلام عليك حبيبي. هذا راح يكون تمرين بطل. حبه رجلك كذا طيب زي كذا تروح على نفسك. حلو حلو ايش شد الساعه الاخير يا خيري. 10 حلو 12 3 1 2 هكون دقيقة ونص إن شاء الله. إن شاء الله حلو يلا يلا بسم الله ابدأ. يلا 1 2 3 ابدأ. يلا بسلسل فول فول. لا 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 وانا نجربها. حلوين حلوين حلوين. 5 ثواني حلو حلوين حلوين. راح نستمر كل يوم كذا رمضان إن شاء الله. التمرين الأول حلو حلو حلو. نبغى 30 تمرين. كم ساعة باقي يا السحور؟ الساعة الحين ونص 12 الحين بعد ما خلصنا تمارين جاء وقتها رجع ذكريات. يلا اليوم برجع ذكريات بعد. وش هذا؟ كراش مغامرات. لعبتي هذا خلصت السيارات باقي انا مختم هذا فبعطيك فرصه. هذا اخر مره لعبته يمكن 2006 ولا رجل. بس يعني الالعاب هذه نقدر نحملها من هنا صح؟ ايه ندفع عليها نحملها من هنا. ارخص ولا نفس السعر؟ نفس السعر. انا بالجزء الثالث احسن شيء احلى واحد. روح الثالث احسن واحد اللي على اليمين. بس هذا يبغى له نت ولا كذا بس؟ اكس خلاص. هو هذا السؤال. يلا حياة جديدة. هذا نصفه هو نصفه يتو هذا ايه لا معلم طلع عنده خبرة. انت ستة يقول لك عين عين 2006 وحش اسطورتي والله حبيبي. طيب حاليا جالسين رجع ذكريات لكن عندنا شرط. وشو شرطنا؟ ان لازم تكمل مرحلة 100% مو بس تفوز. لا لازم تفوز كل التفاصيل. وقال لك قال لك مر من جنبه يقول مختمه في البيت. بس 14 ام ايام ولا لا مختمه يقول لك اهو ولا صندوق عيسى ولا شيء. يكون في شيء فوق مرحله سريه هذه يعني. يا في مرحله شرعه ختمنا شويه تحداكم على 50 دولار. اذكر اول اذا علقت على المربع يطير في الجزء الثالث. يلا يا ما هو شيء سحور بنوقف خلاص رجعنا ذكريات لعبنا شوي كسر الروسكو نسوي سحور الحين. يلا سحور سحور تو باكر الفلوس حقكم هذاك اللي سحور باخر دقائق. ايوه شكله حتكرر الليله قبل ما يذن. اي قبل ما يذن. طيب حاليا جت فقط السحور نتناقش نتناقش والاخير نطوح كبسه ما ردنا لها. لازم نسوي قائمه الاشياء المفطره ونسحر عشان خلصنا اول. تمام خلاص اليوم باستا فيصل بيسويها. يلا نشوف. انت حاطه فيزر ولا ثلاجه؟ اوكي طلعت هذا من عقولة انت فاهم صح؟ شوف يا شباب يا عشا ابشر باستا بيض الوجه. سلامات سلامات. عيال صار السارة عيال الله القدر شوية ايش تحمس كان في زيت ما ادري مين المتهم فيهم لكن يلا لا لا الزيت كان فيه ماي. اي وحطينا زيت فوق ماي فصار ارتفاع كيميائي بسيط. عطوا خير يا شباب فتحنا فيكم قدامكم العافيه. بسم الله يا سلام. هذا سحورنا اليوم مكرونه ودجاج. حطينا هنا دجاج على الجنب. اول فطور اول سحور ابدعت يا عيال شغل مرتب. سلام عليكم ما قصرتوا جميعا والله. يلا سمينا بسم الله. مشت انا موديه المغسله البارح ومعلقي هنا وين راح؟ خلص الساعة 11 تلقاني مسنتر عندك وتعطيني بشتك. الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله. أول يوم عدى بسرعة فعلا.
والله ما حسنا فيه صاحبي. الحمد لله هذا اليوم الاول وباقي ايام جايه وبنسوي فيها اشياء اكثر. بس بنقول لكم يا جماعه وقت ما ينزل هذا فلوق انه في القناه الثانيه بدينا التحديات، ورابط التحدي الاول موجود تحت. كان تحدي لونه. بالضبط. وفي تحدي بعد بنصوره بكره على طول بمنتجه، فراح نصور فيديوهات اكثر في القناه الثانيه كتحديات. فايش النظام راح يصير ان شاء الله؟ يوم فلوق يوم في القناه الثانيه، يوم فلوق يوم في القناه الثانيه. وراح نستمر ان شاء الله. طيب يا جماعه من هنا وصلنا لنهايه فلوق، يعطيكم العافيه على المشاهده، باذن الله راح نشوفكم فلوق بكره. وسليم يقول كم ساعه صيام في مدينتك؟ اكتب تحت في الكومنتات راح تشوف الاجوبه. احنا هنا في امريكا كم عندنا؟ 18 ساعه اتوقع، 18 ساعه عندنا هنا الصيام. فاكتب تحت كم معكم اثنين خالد عيسى فيصل. خليكم دائما تشوفوني وجبيين، ما تكون شيء يضايقكم ابدا. و السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. ايوه غصبينك على الطلعه معنا. ابا يا عيال ليه؟ قول رد عليهم. ايش سالفه؟ قول خلاص ضبطت. ما تطيح ولا انت بوازنها؟ لا شوي شوي هذا. والله؟ روح سبع مرات. سبع مرات. مو بتطيح ولا